تمام كده يا دكتور، حضرتك حابب البداية دلوقتي كده؟ تمام. تمام، أوكي، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين. بعتذر مبدئيا على التأخير في المواعيد دي، بس عشان معلش كان عندي مشكلة بس في الصوت. أهلا بيكم في المحاضرة رقمها 11 من محاضرات Document and Information Management. النهاردة 20 أغسطس 2022. احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن المينتيننس اوف كوبيينج اند equipment. دلوقتي احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الإجراءات اللي احنا بنعملها للصيانة في الإيكويبمنت اللي احنا بنستعملها كدوكيمنت كنترول. حد فاكر احنا ايه هي الإيكويبمنت اللي قلنا ان احنا بتبقى موجودة عندنا في البروجكتس؟ كانوا 10 أنواع من الإيكويبمنت. حد يفكرنا كده ايه الأجهزة اللي احنا الفوتوكوبير بالظبط، برينتر طبعا، سكانر، بلوتر، سيرفر، نتورك اند انترنت كونكشن، بالظبط يا استاذ محمد طه. الدواليب احنا كنا قايلين لها ان فيها ليها مين سيكشن، صح؟ هي كانت الفرنتشر. سوفت وير بالظبط كده، الكيتشن، سبلايرز، ديسكتوب اند لابتوب، دي بتبقى تبع الجزء بتاع الاي تي. الاستيشنري بالظبط كده، الاساس، ستابلر، ستيشنري، الهولدر، اوكي، الموبيلايزيشن. قلنا بالظبط ان كل الحاجات دي الدوكيمنت كنترول بيستلمها في اول المشروع عشان هي بتبقى جزء من عقد الموبيلايزيشن من الكونتراكتور للكونسلتنت او للمالك. كوليبريشن تولز بالظبط كده، تمام. طيب احنا ليه قلنا ان الصيانه بتبقى شيء مهم، او ان انا اعمل صيانه للايكويبمنت اللي انا بستعملها او التولز اللي انا بستعملها ده شيء مهم جدا هيفيدني في خلال فترة المشروع؟ احنا ايه أهمية ان احنا يبقى عندنا تولز بنعملها صيانة؟ reduce delay، استمرارية العمل، عدم تعطل الأعمال، عدم تعطيل العمل، ايه كمان؟ المحافظة على المنتج بالظبط، المحافظة كمان على الكواليتي بتاعت الحاجات اللي أنا بستعملها، المحافظة على الكواليتي بتاعت البرينتينج، بتاعت البيبر، بتاعت الاوت كم اللي انا بطلعه، الحفاظ على الاجهزه، مينيمايز داون تايم بالظبط كده، وكمان مينيمايز الكوست، الهاي ريزوليوشن بالظبط، علشان انا لو انا بحافظ على استعمال الايكويبمنت دي في وقت معين فانا هبقى مش هوصل لمرحله ان انا محتاجه ان انا اجيب لها سبير بارت، او مش محتاجه ان انا اغيرها بالكامل، او ان انا تبقى عندي مشكله فيه. تمام، طيب اتكلمنا كمان توفير الوقت وجهد بالظبط، اتكلمنا كمان على الستورج اند سكيورتي. احنا كان عندنا كام ايشيو كده اتكلمنا فيهم، ان احنا محتاجين ان احنا نتبع شويه تعليمات علشان نحافظ على السكيورتي بتاعت الفايلز الموجودة عندنا. هتفكر فاير فايتنج بالظبط كده يا أستاذ محمد طه، دي أهم حاجة، الباك اب، وجود مراقبة، الفاير فايتنج، سيبريت روم فروم اركايف، برافو، كاميرز، كابينات مغلقة على الحاجات الكونفيدنشال اللي ما ينفعش حد تاني ياخدها، بيرميشن فور اكسس بالظبط كده، وان دايما مش بيبقى متواجد في الغرف دي او في الرومز دي، مش متواجد حد غير بس الناس اللي هي ليها علاقة بالشغل، او ان هو بيبقى فيه الناس اللي شغالة في الديبارتمنت دي. كيس فور كابينت، نو وان الاو تو انتر بالظبط كده،
اتكلمنا كمان، قلنا الليبلز، ان محتاجين ان كل كابينت يبقى لها ليبلز محطوطة عليها علشان تبقى الناس فاهمة ايه الكيز بتاعتها هتتعامل معاها ازاي. ريفرنس نمبر، بالظبط كده. طيب احنا النهارده ان شاء الله هنخلص باذن الله الجزئيه بتاعه الاركايفنج وبتاع الهاندينج اوف، تمام؟ بس احنا عاوزين نعمل تشيك سريع كده على كل التولز. احنا طبعا كنا بدانا في الشابتر ده قلنا ان احنا هناخد كل البروسيجرز الموجوده بتاعه الدوكيمنت كنترول من اول ما يبتدوا الشغل بتاعهم لحد اخر ما يعملوا يسلموا الشغل، واخدناها بالترتيب. قلنا اول حاجه اللي تشيكينج دوكيمنتس، قلنا ان احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا كواليتي تشيك، محتاجين ان يبقى الدوكيمنت كنترول عنده برنسبلز او عنده اساسيات او فاونديشنز للحاجات اللي هو محتاج ان هو ياخد باله منها وهو بيستلم منها الاوراق اللي عنده. قلنا اول حاجه محتاج ان هو يراجع الريفرنسز، السبجكت، الاتاتشمنت، الكونتنت، ايه تاني، الستامبس، السيجنتشرز بتاعت الناس اللي هو بيستلمها. محتاج ان هو يتاكد ان الديت مظبوط، ان النمبرز مظبوطه، ان الريفيجنز دي ليها علاقه بالريفيجنز اللي قبل كده. وقلنا ان اهم حاجه بتبقى المفروض ان الدوكيمنت كنترول بيتعامل فيها ان هو لما يستلم صح، ويستلم بطريقه تمام، ما يبقاش عنده مشكله في الاستلام فيضطر ان هو يعمل ويذدرول الدوكيمنتس بتاعته ويرجع يبقى عنده مشكله ان هو يسحب الاستلامات بتاعته. تاني حاجه قلنا تاني تاسك من التاسكس اللي بيعمل بيها اللي بيعملها الدوكيمنت كنترول، قلنا ريجستر بتاعه الدوكيمنت، ان كل حاجه هو بيستلمها لازم ان هو يعمل لها ريجستر عشان يبقى سهل عليه ان هو يقدر يعمل لها ريتريف ويقدر ان هو يلاقيها في مكانها ويعرف الستاتس بتاعتها طول الوقت. لان هو لو بطل ان هو يحط الحاجات دي في الريجستر بتاعه هيفقد الكنترول على الدوكيمنتس اللي عنده، مش هيبقى عارف مين جه امتى ومين عنده ومين مش عنده وهي بيندنج عند مين ومين اللي المفروض ان هو ياخد الاكشن في الدوكيمنتس. قلنا تاني حاجه الريجستر. تالت حاجه الديستريبيوشن، ان الدوكيمنت كنترول ما ينفعش ان هو ياخد الدوكيمنتس بتاعته ويركنها عنده او ان هي تقعد عنده اكتر من قد ايه. حد فاكر؟ قلنا ان الدوكيمنتس ما تبقاش موجوده عند الدوكيمنت كنترول اكتر من قد ايه، ما يتعملهاش وان وركينج داي. بالظبط كده، مش هي مش وان داي، هي وان وركينج داي، لانه لازم ان هو يعمل لها ديستريبيوشن عشان ما ياخدش من الوقت بتاع المراجعه بتاعتها، وعشان هي ما يحصل لهاش مشكله في ان هي ممكن تتنسي، ان هي ممكن تدخل في مكتب تاني، ان هي تروح للمهندس بتاعها بعد 5 6 ايام، فهو ما يبقاش عنده وقت للريفيو. لو هو كمان المهندس عامل بريورتيز للشغل بتاعه ممكن تتاخر شويه في اللي عنده في الشغل. طيب بعد كده قلنا ان احنا بنعمل كنترول على الكمبيوترايز داتا اللي هو السيرفر او السوفت وير دوكيمنتس او الدوكيمنتس موجوده عنده، السوفت دوكيمنتس موجوده عنده على الاجهزه. وقلنا ان احنا لازم ناخد بالنا ان الرينيم بتاع الفايلز تكون ليها طريقه معينه. اتكلمنا كمان عن الاندكسنج، وقلنا ان مهم جدا ان يبقى عامل الدوكيمنت كنترول اندكس للدوكيمنتس بتاعته من اول المشروع ومديها ريفرنس نمبر علشان لما يجي يرجع لها يبقى عارف ان هو رجع لها بطريقه كويسه. قلنا كمان ان الاندكسنج ده لازم يكون فلكسبل ولازم يكون مرن علشان الناس تقدر ان هي لو في حاجه قادر ان هو محتاج ان هو يضيفها، او في دوكيمنتس او في احتاج حصل احتياج في الـ في الـ في البروجكت ده ان احنا نضيف نوع فورم معين او نوع دوكيمنتس معينه نقدر ان احنا نضيفها بسهوله. المينتيننس خلاص احنا رجعنا. اتكلمنا بعد كده عن الفايلنج، وقلنا ان الفايلنج حاجه مهمه جدا للدوكيمنت كنترول، وبيبقى محتاج ان هو بعد ما بيخلص كل التاسك بتاعت الانجينيرنج اللي عنده او بتاعت المهندسين اللي عنده بيبقى محتاج ان هو يشيل الدوكيمنتس دي بطريقه منظمه علشان يقدر يعمل لها ريتريفل بعد كده بعد لما يجي يحتاجها، تمام؟ قلنا ده كهارد كوبي، وقلنا ان احنا بيبقى محتاج ان هو يمشي على شويه اجراءات علشان يبقى متاكد ان الفايلنج بتاعه ده في مكان صحيح علشان يقدر يوصل له بسهوله وبسرعه. وبعدين اتكلمنا على الستورج اند سكيورتي. احنا كده خلصنا ده الجزء، دي كانت مراجعه سريعه عن كل البروسيجرز اللي احنا خدناها في الفتره اللي فاتت. النهارده هنتكلم على حاجتين هما يبان ان هما شبه بعض بس هما مختلفين اختلاف كلي. اول حاجه الاركايفنج. يعني ايه اركايفنج؟ حد عنده فكره يعني ايه اركايفنج؟ ستورينج، تمام. طب ما هو الفايلنج برضو ستورينج. فايلنج نسخ من الهارد
store documents in suitable place. تمام. هو برضو هو انت حضرتكوا كده كلكم برضو بتعرفوا الفايلنج الأرشفة، دي الترجمة الحرفية. تمام. حفظ المستندات للأرشفة طويلة الأمد. بالظبط يا أستاذ محمود رمضان، والانتهاء منها. برافو. أهم نقطة في الأركايف واللي يفرق الأركايف عن الفايلنج، إن الأركايف أنت بتحط معلومات مهمة في مكان أنت مش هتستعمله في الوقت الحالي. تمام. أرشفة طويلة الأمد. بالظبط كده. لو بصينا عن التعريف الحرفي للدوكيمنت كنترول هنلاقيه إن هو putting information you no longer use regularly into secure storage for extended period of time. يعني أنا بحتفظ بمعلومات أو ببيانات موجودة عندي لفترة طويلة بس أنا مش هستعملها في الوقت الحالي، بس أنا موجودة عندي بتفضل محفوظة عندي لفترة من الوقت. الفترة اللي من الوقت دي بيحددها عندي الكواليتي، بتحددها عندي الريجوليشنز اللي انا ببقى حاططها، ببقى عارفه ان انا عارفه ان الدوكيومنتس دي بعد قد ايه انا هبتدي ان انا اتخلص منها. تمام. كده الفرق ما بين الفايلنج والاركايفنج، ان انا الفايلنج بستعمله خلال فتره المشروع، خلال ما انا شغاله في البروجكت. تمام. بس الاركايف ببقى انا خلاص قربت اخلص البروجكت، ففي دوكيومنتس عندي انا مش محتاجاها دلوقتي. يعني انا ممكن اكون شغاله في فتره الاسبلت مثلا وعندي الجزء بتاع الماتيريالز او اعتمادات الماتيريالز انا مش محتاجه الدوكيمنت دي. تمام. فبالتالي انا بقوم نقله الدوكيمنتس اللي عندي عشان افضلها مكان، لان انا المفروض ان انا لو انا عندي شوب دروينج مثلا، لو انا بتكلم ان انا هيبقى عندي 5000 لوحه مثلا او 2000 لوحه في الشوب دروينج، فانا لازم هيجي لي قدهم بالظبط اسبلت، فانا لازم يكون عندي مكان ان انا اقدر ان انا احط فيه الدوكيمنتس دي واقدر ان انا احافظ عليها بطريقه كويسه واقدر اراجعها واقدر ان انا اوصل للمعلومه اللي انا محتاجاها منها. تمام. كان عندنا المحاضره اللي فاتت عندنا ناس بتشتكي كتير جدا ان احنا ما عندناش اماكن في البروجكتس بتاعتنا ان احنا نقدر ان احنا نحتفظ بكل كميه المعلومات دي والبيانات دي في البروجكت، فكان دايما بنواجه مشكله احنا كدوكيمنت كنترولرز في اخر المشروع ان احنا ما بيبقاش عندنا اماكن ان احنا نعمل فيها فايلنج. فبالتالي مهم جدا ان خلال فتره المشروع الدوكيومنتس اللي انا انتهيت منها ان انا ابتدي انقلها على سكيور بليس، ان انا اقدر ان انا اتعامل فيها من مكان بعيد، لو احتجت لها هقدر ان انا اجيبها من هنا. تمام. وضحت كده النقطه دي؟ تمام. طيب نيجي بعد كده. طيب احنا كام طريقة عندنا ازاي احنا بنقدر ان احنا نعمل archive للدوكيومنتس؟ القواعد الحاكمة لعملية التخلص من بعض الملفات الهارد دي بتحكمها الكود اللي بيحكمك فيها، بيحكمك الفيدك، ان انت ممكن في ناس بتقول ان انت لازم تفضل الدوكيومنتس موجودة عندك هارد كوبي لمدة 10 سنين بعد الـ period of liability. تمام. ان احنا المفروض ان احنا نحتفظ بيها بوقت من البروجكت عندنا، بعد ما يخلص البروجكت في ناس بتقول ان هي بتفضل موجوده لمده 10 سنين، في ناس بتقول ان المشاريع مثلا زي المشاريع الحكوميه بتفضل موجوده فتره اكبر، فده بيبقى على حسب الكونتراكت اللي ما بينك وما بين الاونر بيقول ان انت المفروض تحتفظ بالدوكيومنتس دي لحد امتى، وبيقول كمان ان انت بيبقى في دايما قواعد حكمك من الكواليتي بتقول ان هيحصل للدوكيومنتس دي destroy او هيحصل لها shredding بعد فتره قد ايه. تمام. فدايما اللي بيحكمنا في القصه دي الكواليتي والعقد والريجوليشن بتاعه الفيلد اللي انا شغاله فيه. تمام. هل يكتفي بنسخه الاسكان؟ ممكن نكتفي بنسخه الاسكان للتبادل، بس لو دخلنا لو لا قدر الله دخل المشروع في مشكله او حصلت مشكله في البروجكت في فترة بتاعت العشر سنين دي دايما بيرجعوا للهارد كوبي، لان الهارد كوبي بيبقى دايما هو اللي عليه كل التفاصيل. كمان في مشكله تانية، لو لا قدر الله المشروع دخل في تحكيم لا يعتد بالنسخ اللي هي السكان، دايما بيعتد بالنسخ الاصليه او الهارد كوبي او اللي عليها الامضاءات. تمام. فدايما ما بيعتدش بالنسخ السكان لو فيها مشكله. اوكي.
طيب ندخل بقى تاني في المرحلة بتاعت أنا إزاي بقدر إن أنا أعمل أركايف؟ حد عنده فكرة إحنا بنعمل أركايف إزاي؟ وحد جرب قبل كده إن هو كان عنده أركايف لمشروع هو أوريدي شغال فيه؟ إيه هي الطرق اللي إحنا بنقدر نعمل بيها أركايف للدوكيومنتس؟ تايب أوف دوكيومنتس حسب التصنيف؟ لا أنا ما أقصدش إحنا إزاي بنعمل أركايف إن ديتيلز، البروسيس نفسها بتتعمل ازاي؟ هل انا بعملها ولا هل ديبارتمنت انا بعملها كدوكيمنت كنترول شغال في البروجكت، ولا هل في ديبارتمنت تانية هي اللي بتعمل القصة دي، ولا هل في شركة تانية هي اللي بتعمل القصة دي؟ الدوكيمنت كنترول بتاع المشروع هو اللي بيعمل كده؟ يعني انا كدوكيمنت كنترول بعمل اركايف للبروسيس عندي، الورق بقى بوديه فين؟ انا خلاص عملت اركايف وبعته، ببعته فين بالظبط كده؟ استاذ محمد سليم بيقول ان هي من طرف الشركه او من شركه للارشيف، بالظبط كده. احنا بيبقى عندنا كدوكيمنت كنترول انا شغال في الهيد اوف، انا شغال في السايت مش في الهيد اوفيس، فانا كل وظيفتي ان انا احط الفايلز بتاعتي او احط الدوكيومنتس بتاعتي في بوكسز عليها ليبلز بالحاجات اللي هي جوه البوكسز دي، وابعته للشركه بتاعتي او لشركه تانيه مسؤوله عن الاركايف. فعندي هنا طريقتين، اما ان انا عندي ديبارتمنت للاركايف خاصه بس للاركايف، كل شغله ان هو بيستلم من البروجكتس اللي بره الدوكيومنتس دي وبيبتدي ان هو يراجعها وبيبتدي ان هو يحطها بطريقه عنده منظمه في الديبارتمنت عنده او في مكان عنده امن، بحيث ان لو حد من المشروع احتاج حاجه من الورق ده يقدر ان هو يجيبها له بسهوله. او الطريقه الثانيه ان دلوقتي بقى في شركات هي وظيفتها ان هي تعمل اركايف للدوكيومنتس بتاعت الشركات الثانيه، يبقى عندها اماكن كتيره بتاجر ستور كبير عشان تحط فيه كل الدوكيومنتس دي، وبتبقى هي مسؤوله ان هي تعمل اندكسنج لكل ورقه موجوده وبتعمل مراجعه لكل حاجه وبتديك كده ليست بكل دوكيومنتس انت سلمتها لهم، بحيث ان انت لما تحتاج الدوكيومنتس معينه تسيرش في الليست دي وتقول له انا محتاج الدوكيومنت الفلانيه او البوكس الفلاني. ساعتها هو هيبقى عارف الدوكيومنتس اللي انت طالبها دي بتبقى موجوده فين، في انهي بوكس، فأنهي فايل، وبيطلعها لك يبعتها لحضرتك لحد ما تخلص منها المعلومة اللي انت محتاجها، بعد كده تبتدي مشكورة ترجعها له تاني علشان يبتدي يحطها تاني في مكانها. تمام؟ ده بيبقى على حسب الشركة السكيل بتاعها عامل ازاي. هل هي شركة كبيرة وعندها الديبارتمنت دي فهي موفرة ان هي تجيب شركة تانية تعمل لها القصة دي، ولا هل هي شركة لا هي مش حابة ان هي تخلي الديبارتمنت دي جوه عندها، فبتضطر ان هي تلجأ لاوت سورس كومباني هي اللي تعمل الشغلانة دي. كده كده في الاخر الدوكيمنت كنترول بتاع السايت مسؤوليته في كده الحالتين، اذا كان كده هيشتغل مع شركة او هيشتغل مع ديبارتمنت، فهو الاوت بوت بتاعه هو واحد، هيطلع من عنده كراتين للدوكيمنتس اللي موجودة عنده، معمول لها سورتنج مظبوط صح، معمول لها فايلنج صح، محطوطه كلها كل الاسامي بتاعت الفايلز. يعني لو انا مثلا ببعت الريكوست فور انفورميشن، فانا ببعت كل الريكوست فور انفورميشن عندي مرتبه كل الديسابلين لوحده، مرتبه بالارقام، مرتبه بالريفيجنز، وكل فايل مكتوب عليه المشروع، رقم المشروع، ومكتوب عليه اسم الفايل، ومكتوب بادئ من فين وبينتهي من فين، ومكتوب عليه رقم الفايل ده رقمه كام بالنسبه لبقيه الفايلات التانيه. تمام؟ وبعدين بعمل ليست للبوكس ده، بقول ان كام فايل موجود في البوكس ده، بكتب تفاصيل كل فايل موجوده فيه، كل الحاجات الموجوده على الليبل بتاعه الفايل بتبقى موجوده على البوكس من بره، بحيث ان انت بتسهل للراجل الاركايف اللي رايح له، بتسهل عليه ان هو لما هيفتح الكرتونه هيلاقي فيها ايه. تمام؟ طبعا مسؤوليه الشركات او مسؤوليه الديبارتمنت ان هي تاخد كل الدوكيومنتس دي تعمل لها سكان بطريقه هي خاصه بيها، تعمل لها باركود عشان تقدر توصل لها بسهوله، تعمل كل الشغلانه دي، وفي الاخر كل اللي انت بيبقى يخصك في الدوكيومنتس دي ليست كده عباره عن شيت اكسل عشان تقدر ان انت تسيرش فيها على الحاجه اللي انت عاوزها، تبعت لهم مثلا الفايلز اللي انت عاوزها هو بيجيب كده. تمام؟ طيب احنا ليه بنعمل الاركايف ده؟ او ليه بالنسبه لنا الاركايفنج دي بروسيس مهمه جدا في المشروع؟ كليمز، تمام، لونج تايم،
ريفرنس بالظبط كده، بسهولة الوصول إليها بعد المشروع، كل معلومات المشروع، الهاند أوفر، للرجوع. أيوه بالظبط كده أستاذ محمد إسماعيل قال لنا، للرجوع إليها وقت النزاع. أهم حاجة في الدوكيومنتس دي إن أنت لا قدر الله لو مشروعك دخل في تحكيم، يبقى أنت محتاج إن أنت هيدخل الورق بتاعك ده، كل ورقة هيبقى لها قيمة إن هي تثبت حقك في المكان أو تثبت حقك في المشروع. لأن من غير الدوكيومنتس دي ما تكون مهمة جدا، من غير الدوكيومنتس دي أنت مش هتعرف تحصل على أي حاجة. فمهم جدا إن يبقى موجود عندك الدوكيومنتس دي علشان تقدر توصل لها بسهولة. كمان الصيانة والتشغيل كاتالوجات والمانيوال، حضرتك كده بتتكلم عن نقطة تانية احنا لسه هندخل فيها، بس مش في الأركايف، لأن في الأركايف أنت بتدخل في الجزء بتاع إن أنت بتشيل الدوكيومنتس اللي أنت مش هيحصل لها هاند أوفر، فبتعمل لها أركايف. تمام؟ طيب هنا بنتكلم عن إيه؟ هنا أول حاجة بيقول لك الشفافية، إن أنت مهم جدا إن يبقى عندك الدوكيومنتس بتاعتك، علشان لو أنت احتجت الدوكيومنت دي تكون بطريقة صحيحة وتكون واضحة لكل الناس الموجودة حواليك، وتكون واضحة لكل الناس اللي شغالة معاك. فبالتالي في وقت الأركايف ده هتلاقي نفسك إن الدوكيومنتس أو المعلومات اللي موجودة عندك متاحة لكل الناس الموجودة في البروجكت. تمام؟ حاجة تانية build trust، إن هي الناس تبقى عارفة إن هي تثق في الشركة دي، الشركة دي قفلت شغلها كويس جدا، إن الدوكيومنت كنترول ده قدر ان هو يقفل البروجكت ده كويس جدا، وقدر ان هو يعمل اركايف للدوكيومنتس اللي عنده بطريقه صحيحه، فبالتالي ان هم قادرين ان هم يعتمدوا عليه في اي بروجكت تاني. تالت حاجه الريفرنسز، زي ما استاذ محمد اسماعيل بيقول الاستفاده منها في مشاريع اخرى، ان هي بتبقى الدوكيومنتس بتاعتك دي بتبقى ريفرنس لبروجكتس تانيه لسه جايه في المستقبل. لان اكيد هم طبعا لو انا عملت تشيك ليست او ان انا عملت اندكس مثلا للبروجكت بتاعي ده، لما اجي ابتدي بروجكت تاني او لما شركتي تيجي تدخل بروجكت تاني مشابه ليه او في نفس الفيلد، فبالتالي مش مضطره ان هي تبتدي كل حاجه فروم سكراتش، لا هي ممكن تكمل على ده. لو انا عندي عقد مثلا، فانا ممكن اخد العقد ده واغير فيه التفاصيل الجديده بتاعت الاونر الجديد او بتاعت الكونسلتنت الجديد واشتغل عليه. لو انا عندي طريقه اركايفنج او طريقه فايلنج معينه انا هكمل على ده. لو انا عندي ريكوست فور انفورميشنز كتيره انا ممكن اقراها فتنفعني في البروجكتس الثانيه، ان انا ما ارجعش اسال تاني في الديزاين ده او اسال تاني في نفس المعلومات اللي انا كنت بسال عليها في البروجكت ده، فهتوفر علينا وقت كتير جدا. حاجه كمان مانجينج يور بروجكت ليست، هقدر ان انا ان انا اظبط البروجكت بتاعتي او اقول ان انا البروجكت بتاعتي ده في انهي مرحله. هل انا دلوقتي دخلت في مرحله الاركايف فانا عندي دوكيومنتس دلوقتي دخلت في جزء بتاع الاركايف وانا عندي رانينج بروجكت تانيه، ولا عندي بروجكت داخله في مرحله الهاندينج اوفر؟ فاقدر اعمل البروجكت ليست بتاعتي بطريقه كويسه علشان الناس تقدر تبقى عارفه في الشركه عندي انا دلوقتي شغال في انهي مرحله. فده برضو بقدر ان انا اعمله وانا بعمل الهاندينج وانا بعمل سوري الاركايفنج. حاجة تانية تيلز ستوري، المواقف اللي احنا بنقابلها في البروجكت بتاعتنا بتتكرر في كل بروجكت او في كل فيلد. يعني بتلاقي مثلا انت عندك مشكلة مثلا مع الاونر في حاجة معينة، وارد ان المشكلة دي تقابلك مع اونر تاني لو تكرر نفس الموقف. فبالتالي ده بيخلي ان انت عندك ستوريز دايما بتقيس عليها، بتبقى عارف ان الدوكيمنت بتاعتي دي لو انا دخلت في نفس الايشو دي او في نفس السيتويشن ده يبقى انا هتصرفي هيبقى بالطريقة الفلانية. فبالتالي الهيستوري بتاعك ده بيبقى مهم جدا ان الناس لما تيجي تتكلم عنه او لما تيجي تدخل في مشاكل تانية او في نفس السيتويشنز التانية تلاقي ان انت حصل ده قبل كده او الستوري دي مثبتة في اركايف دوكيومنتس موجودة في بروجكت قبل كده. تمام؟ وبعد كده قلنا ان كل بروجكت عندنا ليه بداية وليه فترة تشغيل وليه بعد كده النهاية اللي هي بتحصل فيها التسليم والهاندينج اوفر والكلام ده. تمام؟ طيب انا كدوكيمنت كنترول او انا كدوكيمنت كنترولر يبقى عندي شويه بروسيجرز بقدر ان انا اتعامل فيها. فيا ترى ايه هي الاجراءات اللي انا كدوكيمنت كنترول مثلا بتبعها وانا بعمل الاركايف؟ اول حاجه قبل ما المشروع بتاعي بينتهي بعمل كونتاكت مع البي ام بتاع المشروع بتاعي، بيعمل كونتاكت مع الشركه اللي هتعمل الاركايف بروسس دي
او مع الشركه بتاعتي لو انا عندي الديبارتمنت ده، تمام، هعمل كونتاكت عشان اعرف ايه الطريقه اللي هم هيستلموا بيها الدوكيومنتس بتاعتي، ايه الوقت اللي هم هيستلموا فيه الدوكيومنتس بتاعتي دي. طيب مين اللي هيسلم؟ هل انا هبعت الدوكيومنتس دي بعربيات من عندي انا في البروجكت، ولا الهيد اوفيس هيبعت لي هو يستلم الحاجات من عندي من المكان من السايت بتاعي؟ يعني مكان التسليم برضو لازم نكون متفقين عليه، تمام؟ بنبقى متفقين على كل التفاصيل. حضرتك انا هبعت لك 50 كرتونه مثلا، او انت ايه العدد، ايه الكريتيريا المسموحه ليا ان انا ابعت لك من كام لكام؟ انا مثلا الديبارتمنت بتاعتي لما كنت بشتغل معايا كان بيقول لي مثلا انا الريفيوينج روم اللي انا بعمل فيها الريفيو على الدوكيومنتس بتاعتي ما بتاخدش اكتر من 50 كرتون، فلو سمحتي لما تيجي تبعتي لي ابعتي لي من 1 لحد 50، ما تبعتليش اكتر من 50 علشان الكرو اللي شغال معايا على التاسك دي والمكان ما مش بيسع اكتر من 50. فانا كنت دايما ببعت له مثلا 50 49، ما بعديش، مش باكستند الكلام ده. حاجه تانية كمان، العربيات اللي هو كان بيبعتها لي ما كانتش بتاخد حجم اكتر من كده، فبالتالي انا ما كان عشان ما يحصلش عندي مشكله ويضطر ان هو يشيل شويه بوكسز بره الروم بتاعته او بره المكتب بتاعه، فبالتالي انا لازم ابعت له في نفس الوقت او الكريتيريا اللي هو اداني. فده اول حاجه مهم جدا ان احنا نكون متفقين على كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها. تاني حاجه، لازم نبتدي العمليه دي ونقول ان احنا مين اللي هيمضي على الدوكيومنتس دي. طب انا بعت لك 50، مين اللي هيمضي؟ انا هبعت لك من عندي، وهيمضي من عندي مدير المشروع. طب انت مين عندك هيستلم الدوكيومنتس دي؟ طب هيستلمها، هيراجعها في قد ايه، وهيديني الفيدباك لو في حصل اي مثلا من الدوكيومنتس دي. وارد احنا بما اننا احنا بنتعامل في دوكيومنتس كتيره طول الوقت، فوارد وانت بتعمل فايلنج يكون مثلا عدى عليك ريفيجن مش موجود، انت كاتب في الاندكس مثلا ان هو موجود هنا مثلا من 1 ل 50، وانت عندك 49 او 48 مسج. فبالتالي هو بيراجع الدوكيومنتس دي، مهم جدا ان هو يبقى عارف ان في عندك حاجه مسج، عشان ما ترجعش بعد كده تسال عليها بعد ما المشروع يخلص، او لما الاركايفنج دوكيومنتس تبقى موجوده عنده في حوزته هو، فترجع تسال عليها يقول لك لا هي مش موجوده. طب هي ضاعت من مين؟ ايه اللي يثبت ده؟ لازم يدي لك فتره من الزمن يقول لك انا هراجع دول في فتره معينه وهرد عليك بعد كده ان دول تمام وخلاص تمام، وادي الليست بتاعتهم وادي اماكن، تمام. بعد كده الدي سي سي مهم جدا ان هو يرتب النسيسري كوبيز. يعني انا عندي حاجات بقول ان انا مثلا محتاجه منها كوبي تفضل عندي في البروجكت او في السايت، محتاجه ان انا ابعت كل الاوريجينالز عندي هناك عشان لا قدر الله لو حصل اي مشكله عندي في السايت ما يحصلش حاجه للفايلز اللي عندي، فيبقى انا عندي بعت كوبي وسبت كوبي، او ان انا عملت اركايف لكل الكوبيز. كل التاسك دي هو اللي بيعملها الدوكيمنت كنترول، تمام. لازم الدوكيمنت كنترول كمان يحط الفايلز بتاعته والدوكيمنتس بتاعته في بوكسز كويسه، مش مقطعه، مش محصل لها حاجه، لازم تكون حاجات جديده محطوط عليها ليبل من بره، محطوط على الفايلز نفسها ليبل، واخده ارقام معروف ان هو البوكس ده من 1 لحد كام، وبعد كده الباكج دي انت بعتها له كام بوكس، وبعدين البوكسز بتاعت المرحله الثانيه هتبقى من كام لكام، علشان تبقى انت ماشي البروجكت بتاعك كله بسيريال نمبر 1. يعني انت بيبقى مدي لك مثلا انت هتبتدي البروجكت نمبر بتاعك كذا، هتبتدي مثلا من يوم من رقم 1 مثلا، من 1 مثلا على 1000 لو انت البروجكت بتاعك السكيل بتاعه كبير، تمام. فانت كل البوكس هتبقى تلاقي ده 1 على 1000، 2 على 1000، 3 على 1000، بحيث ان انت لو وصلت لفترة المرحلة بتاعتك خلاص 50، يبقى انت عارف ان انت بعت المرة دي 50، هتبتدي المرة الجاية من 51 عشان تبقى عارف ان كل حاجة عندك مترتبة. بعدين كل بوكس قلنا ان هو لازم يكون عليه رقم، لازم يكون محطوط له اندكس بالحاجات اللي جواه علشان ما تحصلش عندك مشكلة، عشان ما تبقاش متلخبط ان البوكس ده ممكن يكون فيه فايلز وهي مش موجودة فيه، فمهم جدا ان انت تعمل اندكس للكلام ده. انا شخصيا بعمل اندكس بلزقه على الكرتونة من بره، وبعمل اندكس تاني بحطه على اول الفايلز من فوق، بحيث ان هو لو حصل اي حاجه للورقه اللي بره، اتقطعت من الشيل، وقعت، جه عليها ميه، جه عليها اي حاجه، يلاقي ورقه تانيه او يلاقي دوكيمنت تانيه سكيو نظيفه موجوده تمام، يقدر ان هو يراجع عليها، موجوده عنده في البوكس من جوه، اول ما يفتحه هيلاقيها جوه. كمان بديله ليست بالبوكسز اللي رايحه معايا، يعني زي مثلا انا بعت 50 كرتونه، معلقه ورقه من الورق ده او لازقه اندكس من كل بوكس على البوكس من بره، وحاطه ورقه اضافيه جوه البوكس، ما
ببعت له اندكس تاني كده مطبوع من كل الخمسين اندكس اللي موجودين على الكراتين في ايده، بحيث ان هو يقدر ان هو يراجع عليهم مانيوال، عشان ايه؟ اسهل عليه العملية دي، متبقاش بالنسبة لي عملية معقدة. تمام؟ هل احنا كده عندنا سؤال لحد الجزئية دي؟ هل كل النماذج تعامل معاملة واحدة؟ أم هناك فرق بين مثلا طلبات الفحص والأزبلت؟ طيب لا طبعا مش كل النماذج هتتعامل معاملة واحدة، في نماذج بيتعمل لها أركايفنج إحنا ما بنحتاجهاش في الهاندينج أوفر، وفي نماذج بنحتاج إن إحنا نعمل لها هاندينج أوفر، وهي دي اللي إحنا بنسلمها للكلاينتس اللي عندنا أو بنسلمها للأونر بتاع البروجكت. تمام؟ لحد كده إحنا بنتكلم في الأركايف. الأركايف بيحصل في إيه؟ في ريكوست فور انفورميشن، في اي ار، في ام اي ار، في الكلام ده كله اللي بعد كده الاونر مش هيحتاج الكلام ده كله في مرحله الاوبريشن. انما اي حاجه بيحتاجها المقاول او سوري الكلاينت في مرحله الاوبريشن بتبقى مسؤوليه ان احنا نجهزها ونعمل لها هاندنج اوفر للكلاينت. تمام؟ دلوقتي يحضرنا سؤال، ايه الفرق ما بين الهاندنج اوفر؟ احنا كده الاول اتكلمنا قلنا ما بين ايه الفرق ما بين الاركايف والفايلنج. تمام؟ دلوقتي ايه الفرق ما بين الهاندنج اوفر والاركايف؟ احنا ممكن ناخد بريك 10 دقائق كده ونرجع على الساعه 9 باذن الله نناقش الجزئيه دي، وبعدين ندخل في مرحله الهاند اوفر. تمام؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا كده يا جماعة كلنا. تمام، احنا كنا قبل البريك كنا بنتكلم عن الاركايفنج، وقلنا ايه الفرق ما بينه وما بين الفايلنج. تمام، دلوقتي ممكن ملخص سريع. حاضر، احنا كنا اول حاجه راجعنا كل البروسيجرز اللي احنا خدناها في الفتره اللي فاتت لحد ما وصلنا لمرحله الاركايفنج. تمام، الاركايفنج قلنا ان هي نقل الدوكيومنتس من السايت للهيد اوفيس او لشركه مسؤوله او خاصه بالدوكيومنتس بتاعت الاركايف. معلش ثانيه واحده بس، خليكم معايا. معلش بس عشان عندي النهاردة مشكلة في الصوت، فعندي كل شوية بتفصل. طيب، فكنا بنقول إن الأركايفنج هي البروسيس اللي بتحصل اللي الدوكيمنت كنترول بينقل فيها الدوكيمنتس من عنده من السايت لمرحلة التسليم، إن هو بيسلمها للهيد أوفيس علشان ديبارتمنت تانية تبقى مسؤولة عن الدوكيمنتس دي لو احتاج منها حاجة بعد فترة معينة، 10 سنين أو 20 سنة أو whatever هم متفقين على إيه، على حسب الكود بتاع البروجكت ده او حسب المنطقه دي بتحتفظ بالدوكيومنتس بتاعتها قد ايه، حسب الكواليتي قالت لهم ايه. تمام، فبتفضل الدوكيومنتس دي موجوده في عهده الديبارتمنت ده او في الشركه دي لحد ما هم يتموا ان هو يتخلصوا من الدوكيومنتس دي تماما، ويتبقى منها الجزء اللي هو معمول منه سكان بس، هو ده بس الجزء اللي هم بيبتدوا يتعاملوا بيه. تمام، كنا بنتكلم بنقول قبل البريك كنا بنقول هو ايه الفرق. احنا قلنا الفرق ما بين الفايلنج والاركايفنج والهاندينج اوفر. تمام، في ناس هنا كانت بتجاوب معانا، نرجع لهم بس هنا نشوف. كان عندنا هنا استاذ محمد بيقول الهاند اوفر للفواتير والدفعات، هو الهاند اوفر بيحصل لدوكيومنتس متفق عليها في العقد علشان تتسلم للاونر. تمام، بتحصل بيحتاجوها في مرحله الاوبريشن. الهاند اوفر مرحله تسليم رسميه سواء كان للمالك او للهيد اوفيس. أركايف مرحلة ما قبل الهاند أوفر، تخديم الملفات السوفت وير والهارد كوبي للحفظ طويل الأمد. تمام، طيب handing over for the client requirement as contract. بالظبط كده، الهاندينج أوفر هي documents بتبقى للكلاينت، زي ما احنا بنقول الأركايفنج للهيد أوفيس والهاندينج أوفر للكلاينت. بالظبط كده، الهاند أوفر between client and project manager. بالظبط كده. تمام، نيجي بقى دلوقتي نشوف ايه هو تعريف الهاندينج اوفر. بيقولك ان هي لايف سايكل، بيقولك is the point in the project management life cycle when the complete task completed tasks are being transferred to the deliverable owner. لو انا لما بخلص الفتره بتاعت المشروع بتاعتي ببتدي ان انا انقل التاسك بتاعتي، خلاص انتهت، ببتدي ان انا transfer ال deliverable بتاعتي للأونر اللي هو هيشتغل معايا. بشكل تاني بيبقى عندنا basically إن هو البروجكت بيروح من البروجكت مانجر للأوبريشن مانجر، هو خلاص خلص مرحلة اللي هي التسليم أو مرحلة الإنشاء، وبيبتدي بعد كده تبقى في مرحلة التشغيل. تمام؟ مرحلة التشغيل بنحتاج شوية حاجات أو شوية معلومات أو documents تبقى موجودة عندنا من مرحلة الإنشاء. تمام؟ طيب، ايه هي الدوكيومنتس اللي لما بشوفها بقول ان انا فعلا بدات في مرحله الهاندينج اوفر؟ هاندينج اوفر contains insurance certificate keys. تمام، في دوكيومنتس بيطلعوها الناس بتاع الكونتراكت ادمنستريتور بتوع ال كيو اس. اول ما بشوف الدوكيومنتس دي بقول ان احنا خلاص بدانا ان احنا في مرحله الهاندينج اوفر. التي او سي بالظبط كده، دي اول، دي واحده منهم. ايه كمان؟ الازبلت. الازبلت دي بتبقى مرحله متقدمه جدا من الهاندينج اوفر.
نجلس كاتالوجز تيست اند كوميشننج كمان فاينل كيو اس فاينل انفويس بالظبط كده كتيبات التشغيل كتيبات التشغيل كلها بتبقى مع ال مع الاو اند ام والوارنتي والكلام ده الفواتير النهائية بالظبط كده تمام spare part برضو بتبقى جزء من الـ O&M أو من الدوكيومنتس اللي بتتسلم. أول حاجة عندنا أول ما بنشوفها بنبقى متأكدين إن إحنا خلاص كده بدأنا في مرحلة الـ Handing Over Application for Taking Over Certificate اللي إحنا بنسميها TOC تمام. حاجة تانية اسمها Statement of Completion دي بتبقى certificate زي البيمنت كده بتتبعت بتقول من هي كل المصاريف خلاص النهائية اللي المفروض هيسلمها الكونتراكتور محتاج ان هو يبتدي في مرحلة الهاندينج اوف. حاجة تانية اسمها application for defect liability certificate الفترة او اللي هي الابليكيشن او الفورم السيرتيفيكت اللي بتقول لنا ان امتى مرحلة اصلاح العيوب الموجودة في المشروع بتاعنا هتبقى الفترة دي هل هي فترة سنة اللي بيسموها فترة الصيانة دي فترة إصلاح العيوب اللي بيخلص فيها السناج ليست اللي بيخلص فيها كل المشاكل اللي حصلت في البروجكت اللي بيبتدي فيها التشغيل فممكن السوفت التشغيل ده بيبتدي ان هو يتظهر منه مشاكل فلازم يكون موجود حد من الانجينيرنج بيقدروا ان هم يحلوا المشاكل دي. بعد كده issue of draft final statement بعد كده written discharge اللي هو المفروض ان هو اللي هو بيبتدي بقى ان هو يخلي مسؤوليته ويسيب المسؤوليه على مين على الاوبريشن وبعد كده اخر حاجه بنبتدي ان احنا نطلعها عشان يخلي مسؤوليه الكونتراكتور من السايد اللي هي بتبقى الفاينل ستيتمنت اند ريتن ديسشارج اللي هي الفورم بتاعت اخلاء المسؤوليه تماما ان هو بياخد كل مستحقاته وكل مستحقاته الماديه علشان يبتدي ان هو يخلي الموقع تمام. طيب الستيج بتاعت الهاند اوفر عندنا ثلاث مراحل في الهاند اوفر قبل مرحله الهاند اوفر خلال المرحله نفسها وبعد الهاند اوفر. طيب تفتكروا احنا من خلال الاجراءات او من خلال الاجراءات اللي احنا اتعلمناها في الايزو ايه اللي ممكن يبقى موجود في مرحله اللي هي ما قبل الهاند اوفر الاجراءات اللي احنا ممكن نعملها او اللي هي ما قبل التسليم سناج ليست تمام finalize all CIR looks تمام comments as built plan بالظبط كده استاذ ايهاب قالها plan for handing over البلان اهم من اي حاجه تانية. كده كل اللي انتوا بتتكلموا فيه دي تفاصيل حاجات احنا بنستلمها او بنسلمها تمام بس قبل المرحله دي ان احنا بنبتدي to plan how to do it ده اهم حاجه أهم من إن إحنا نبتدي في البروسيس على طول تمام. فدلوقتي في المرحلة اللي إحنا بنسميها بري هاند أوفر أول حاجة ديزاين ذا ترانزيشن بلان أول حاجة تصميم خطة انتقالية خطة الانتقال بتاعت الدوكيومنتس هل أنا هسلم كل الدوكيومنتس بتاعتي مرة واحدة ولا أنا هبتدي بالاس بيلت الأول ولا هبتدي بالأو أند إم الأول ولا هبتدي بإيه لازم احط خطه تكون اعرف ان انا اقدر انفذها تمام. فلازم خطه التسليم لازم اقسمها لاجزاء صغيره علشان ابتدي ان انا اسلمها بطريقه مظبوطه زي ما انا بدات اعمل المشروع بتاعي اول زي ما كنا بنقول بريك داون ستراكشر عشان اقدر ان انا اسلم البروجكت بتاعي او ان انا اقدر ان انا اتعامل في البروجكت بتاعي بفيز صغيره علشان اقدر ان انا اشتغل فيه. فدلوقتي برضو في مرحلة التسليم نفس البوينت نفس الكونسبت برضو هبتدي ان انا افتت التاسك كاملة دي لخطوات صغيرة علشان ابتدي ان انا اكمل. تاني حاجة clarify everyone rules اللي احنا قلناه في الايزو او اللي احنا تعلمناه من الايزو ان طالما الشغلانة دي ملهاش صاحب يبقى مفيش حد هيعمل. لازم اعرف كل شخص ايه هي الرول بتاعته في البروسيس دي دلوقتي لازم يبقى عارف ان الرول بتاعته دي هيعمل فيها ايه هو هيجهز الاسبلت لازم يبقى عارف هيجهز الاسبلت ازاي لازم يبقى عنده job description واضحة جدا علشان تقدر ان انت تاخد منه الشغل عشان ساعة ما في جزء من التاسك بتاعته دي ما تعملتش تقدر ان انت تحاسبه عليه. تالت حاجة تحديد موعد نهائي للتسليم
ما بقاش انا سايبها كده ان هو وقت ما اخلص اخلص كمان 3 شهور، لا انت تقول ان انا هخلص المشروع ده، هخلص الهاندينج اوفر بتاعي في وقت كذا في الميعاد الفلاني، علشان تبتدي ان انت تحاسب الناس اللي موجوده عليه، تبقى الناس واخده الموضوع على محمل الجديه. رابع حاجه ان انا بعمل خطه اتصال زي ما قلنا في الايزو، ان احنا محتاجين ان احنا نعمل شانلز علشان تبقى عارف تكلم مين امتى لما تحتاج ايه ازاي. فاكرين النقطه دي؟ كنا بنقول في الكوميونيكيشن ان انت بتبقى محتاج ان انت تبقى عارف بوضوح لما تحتاج معلومه معينه تقدر ان انت تعملها. مين اللي بيقدم البلان؟ البلان دي ما بتتقدمش، البلان دي حضرتك بتعملها لنفسك علشان تقدر ان انت تكنترول البروسيس دي من اولها لاخرها. تمام؟ بعد كده اخر خطوه الموافقه على المخرجات، بتبقى واخد بعد كده حاجه زي ديمو علشان تبتدوا تتفقوا ان في الاخر الريزلت بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي. تمام؟ علشان انت وانت بتتعامل تبقى عارف ان شكل الدوكيومنتس اللي انت هتطلعها او الديليفربلز بتاعت المرحله دي شكلها ايه، عشان ما تتفاجئش في الاخر ان اللي انت هتعمله حاجه تانيه غير الدفع. طيب دي اول حاجه مرحله البري هاند اوفر. طيب مرحله الهاند اوفر نفسها هنعمل فيها ايه؟ اول حاجه عقد اجتماع للتسليم. اول حاجه بعمل ميتنج علشان اقول ان انا هبتدي مرحله التسليم، وابتدي ان انا افهم الناس كل واحد هيعمل القصه دي ازاي، وايه وان القصه دي هتشتغل. احط البلان بتاعتي، احط التايم بتاعي، تايم سكادول بتاعي، وابتدي ان انا اجمع كل الناس علشان اتفق على البروجكت ده. تمام؟ تاني حاجه بتعمل جلسات تبادل المعرفه من وقت للتاني كده، بتعمل ميتنج علشان تبتدي تعرف الناس وصلت لحد فين، كل واحد ماشي على البلان ولا لا، كل واحد قدر ان هو يخلص التاسك بتاعته وبدأ في المرحله اللي بعدها، ولا في ناس عطلانه مش عارفه توصل للبوينت اللي بعدها ازاي. تالت حاجه نقل الملكيه، ان انت بتبتدي تنقل الملكيه بتاعتك من البروجكت او من السايد ده من الكونتراكتور للاوبريشن مانجر، علشان يبتدي هو يبتدي بالتشغيل بتاعه ويبتدي ياخد كل اجراءاته ويبتدي ياخد التاسك بتاعته ويبتدي التاسك بتاعته ان هو يعملها. رابع حاجه ان انت لازم تعمل فحص جوده على الاوتكم بتاعك، او تعمل فحص جوده على الديليفربل بتاعك علشان تتاكد ان هو فعلا هو ده اللي مطابق للمواصفات، علشان تقول ان انا فعلا مقدم سيرفيس كويسه، او ان انا مقدم منتج كويس فعلا هو ده اللي بيمثلني. خامس حاجه الموافقه على تسليم المشروع. بالموافقه على تسليم المشروع ده كده انت بتبقى انهيت مرحله الهاند اوفر بتاعتك، وخلاص المرحله دي انتهت وانت استلمت المفروض كل حاجه، ومفروض ان انت تبتدي تاخد مستحقاتك في القصه دي. طيب انا خلاص خلصت عمليه الهاند اوفر، وخلاص بدات ان انا ادخل في عمليه ما بعد التسليم. اول حاجه بتعمل مراجعه لاداء المشروع، تشوف مين كان ماشي المشروع ازاي، تبتدي ان انت تعمل بريفورمانس لكل المشروع، انت كنت كويس في ايه، انت كنت وحش في ايه، التيم بتاعك كان كويس في ايه، المرحله انهي مرحله كانت احسن مرحله. تبتدي ان انت تشوف ان المرحله بتاعتك دي، تقيم المشروع بتاعك وتشوف ان انت الاداء بتاعك كان عامل ازاي في البروجكت ده. تاني حاجه بتعمل سبورت للمستخدم النهائي بتاعك اللي هو الاوبريشن، تبتدي ان انت تعمله سبورت عن طريق ان انت بتخلي معاه حد من التيم بتاعك، علشان يقدر ان هو يساعده في اي مشكله ممكن تواجهه، وان هو يشوف ان ايه المشكله اللي عنده، او لو حاجه اللي حصلت حاجه طارئه يقدر ان هو يتعامل معاها بالكلام ده. وبتبتدي ان انت بقى في المرحله دي انت تشوف هو محتاج ايه، علشان تبتدي تساعده في الفتره بتاعت الديفكت لايبيليتي بيريد، علشان تقدر ان انت تبقى انت كده خلصت البروجكت بتاعك على اجمل وجه. تمام؟ الخطوة التالتة بتبتدي ان انت بتشوف المشاكل، وبتبتدي ان انت تصحح المسار لأي مشكلة تحصل. دي برضو جزئية خاصة بدعم المستهلك النهائي. رابع حاجة بتجمع ملاحظات أصحاب المصلحة، في الآخر بتبعت لهم كده حاجة زي كاست، ما عارف انتوا عارفين انتوا الحاجات اللي هي زي بتاعت المبيعات اللي بيقعد يقول لك قول لنا رأينا في الحاجات دي. لازم برضو بيبقى فيه لاترز من الكلاينتس بتاعتك، علشان تقول ان انت كنت كويس في ايه وكنت وحش في ايه، عشان تبتدي تعرف اخطائك وتصلحها في البروجكتس الثانيه. طيب ده الكلام ده للبروجكت فور اوفر اول. تمام؟ انا كدوكيمنت كنترول ايه التاسك بتاعتي في المرحله بتاعت الهاندنج اوفر؟
يا جماعة، أنا كدوكيومنت كنترول إيه التاسك بتاعتي هنا؟ تسليم كل شيء إزاي؟ حسب العقد، تمام؟ إعداد النسخ الورقية بالظبط كده. السوفت كوبيز، السوفت كوبيز والهارد كوبي وكل حاجه. طيب ايه الحاجات اللي احنا بنحتاج ان احنا نعمل لها هاندنج اوفر؟ حسب ما ينص عليه العقد، تمام. بس ايه الحاجات اللي احنا بنمثل ان احنا بنقول ان احنا بنسلمها ومتاكدين ان دي بتحصل هاندنج اوفر من الكونسلتنت او من الكونتراكتور، بيحصل لها هاندنج اوفر لل client؟ أثبت صيانة كل مستندات المشروع، تمام. أول حاجة بنعمل لها الهاندينج أوفر، أول حاجة الكيز، المفاتيح، الماستر كيز بتاعت المكان، تمام. تاني حاجة الهيلث أند سيفتي فايلز، كل ما يخص الأمان أو الصحة والسلامة لازم يكون موجود عندهم كوبي منه، علشان يبتدوا إن هما يتعاملوا مع التولز أو الإكويبمنتس اللي عندهم بطريقة كويسة، الـ HSE بالظبط كده. بعدين المانيوالز بتاعت الـ O&M، مهم جدا إن المانيوالز دي تكون موجود فيها الـ Warranties، تكون موجود فيها الـ Catalogs، يكون موجود فيها طريقة التشغيل، طريقة الصيانة، حصل التريننج اللي بيدوه للناس اللي بتبقى شغالة على الحاجات دي، تمام. بعد كده الـ Building Log Book، لازم لكل Building بيبقى له كتاب علشان يقدروا ان هم يتعاملوا معاه، زي البيلدنج يوزر جايد، تقدر ان انت تقول ان البيلدنج ده بيتعامل معاه ازاي، يقدر ان هو يتعامل مع البيلدنج ده بطريقه تمام، يبقى عارف كل مداخله وكل مخارجه وكل حاجه بتخصه، لو مشكله حصلت عنده في اي حاجه بيبقى عارف ان هو يوصل لفين، تمام. في بعد كده التستنج اند كوميشننج، ان هو لازم يبقى عنده ريبورتات بكل التستنج والكوميشننج اللي حصلت في البيلدنج ده او في البروجكت ده، عشان يقدر ان هو يكونترول القصه دي. السيرتيفيكتس اند وارنتيز، طبعا في لازم، مهم جدا جدا في المشاريع ان احنا يكون عندنا وارنتيز للايكويبمنت الموجوده عندنا، عشان لو حصل فيها اي مشكله ابقى انا عارف ان السيرتيفيكت دي جايه امتى، ضمانها فين، مين اللي هيجي يعمل لها صيانه لو حصل فيها مشكله، كل الكلام ده. طبعا من اكتر الحاجات اللي بتزهقنا احنا كدوكيمنت كنترول في القصه دي موضوع الازبلت دروينج والهيدك اللي بيبقى موجود، اللي انت بتستلم كل فتره البروجكت عندك، بتستلم دروينج من اول المشروع لحد اخره، الدروينج دي انت بتستلمها في فتره اقل من ربع الفتره دي، تستلم كل الكم ده في وقت واحد علشان تبتدي ان انت تكنترول عليه وتبتدي ان انت تعمل له هاندنج اوفر للكلاينت، تمام. الاكويبمنت اند تيست سيرتيفيكت دي بالظبط زي ال او ام دي ام كده. اللايسنس بتاع كل اجهزه لازم برضو تبقى موجوده عندنا علشان نقدر نتعامل بيها ونقدر ان احنا نسلمها، ويبقى هو الاوبريشن عارف ان هو يكنترول كل حاجه في البيلدينج بتاعنا. طيب كدوكيمنت كنترول بقى ايه الرول بتاعه بقى هنا في القصه دي؟ ان هو هيسلم كل ما يخص الدوكيمنتس بتاعته لمين؟ للكلاينت. طيب طبعا احنا هنا بنتكلم ان الدوكيمنت كنترول بتاع الكونتراكتور هو اللي بيسلم الحاجات دي للكونسلتنت، والكونسلتنت بيراجعها ويسلمها للكلاينت، تمام. فكلهم بيبقوا ماشيين في نفس البروسيس. فبالنسبة لنا إحنا كدوكيمنت كنترول بنستلم الدوكيمنتس، كونتراكت دوكيمنتس شال بي ريفيو ديورينج ذا موبيلايزيشن. في فترة الموبيلايزيشن إحنا بيبقى عندنا بناخد الجزئية بتاعت السبيكس علشان نبتدي إن إحنا نراجعها ونعرف هنسلم الدوكيمنتس إمتى، هنسلم كام كوبي، كل كوبيز هتبقى قد إيه، هسلم السوفت قد إيه، الهارد قد إيه، السايز بتاع الدوكيمنتس بتاعتي،
كل ده بيبقى موجود في الكونتراكت بتاع البروجكت من اول يوم. تمام، مهم جدا ابقى انا عارف كدوكيمنت كنترول ومذاكر الكلام ده، علشان لما اجي في مرحله التسليم ما اتفاجئش او ما افاجئش الناس اللي حواليا بطلبات هي مش تبقى موجوده على ارض الواقع. يعني مثلا في بروجكت من ضمن البروجكتس اللي احنا اشتغلنا فيها كان بيقول لك ان احنا موجودين في منطقه نائيه خارج القاهره، فبالتالي مش هنقدر ان احنا نعمل تكعيب للفايلز الموجوده عندنا. دي كانت مشكله بتواجهنا، ان احنا ازاي هنقدر نستلم اسبلت دروينج من غير ما تكون متكعبه او معمول لها بايند او اي حاجه من الحاجات دي. طيب احنا قدرنا نتغلب على ده ازاي؟ بدأنا نطلب إن هم يطبعوا الدوكيومنتس دي في الهيد أوفيس عندهم، بعد كده يعملوا لها تغليف، بعدين يجيبوها لنا يسلموها في المكتب. طيب لو حصل فيها أي مشكلة بنضطر إن احنا نرجعها تاني الهيد أوفيس علشان دي يعالج المشكلة اللي حصلت فيها. فبدأنا نشتغل البروسيس بطريقة مختلفة، بدأنا نراجع السوفت كوبي الأول، نتأكد إن السوفت كوبي ما فيهوش مشاكل، علشان لما يجي ان هو مطبوع يبقى خلاص كده تمام، مطبوع فيه كل التفاصيل ومش محتاجين ان احنا نغيره تاني. فوارد ان انت تواجهك مشكله زي كده. تمام، فمهم جدا ابقى انا عارف المقدره بتاعه السايت بتاعي شغاله ازاي، ابقى عارف الايكوبمنت اللي ممكن تساعدني في القصه دي ازاي، وابقى مهم جدا ان انا قادر الم بالموضوع دي واكون فليكسبل علشان نقدر ان احنا نقفل المشروع بطريقه صحيحه بس بطريقه سهله. تاني حاجة إن الدوكيمنت كنترول مسؤول عن كل الدوكيمنتس خلال فترة المشروع لحد ما يسلم الدوكيمنتس أو الدروينج دي بطريقة صحيحة لبقية الناس الموجودين عندنا للكلاينت. تمام، فهو لو هو مش محافظ على الدوكيمنتس دي من أول البروجكت، فبالتالي هيجي على آخر البروجكت هيلاقي إن الدوكيمنتس عنده ضايع منها حاجات، مش موجودة منها حاجات، في حاجات حصل لها إن هي مش سليمة، كلام من كده. فمهم جدا ان احنا نبقى محافظين على الدوكيومنتس من اول المشروع علشان نقدر ان احنا نسلمها بطريقه صحيحه لحد اخر المشروع. تمام، كنت عاوزه ااكد كمان عن ان كل الكتالوجات، الحاجات اللي احنا بنستلمها من الكونتراكتور عشان نسلمها للكلاينت، حاجات مثلا زي الاوبريشن والمينتنس مانيوال لازم يبقى فيها الوارنتيز، لازم تكون فيها اوريجينال، لازم تبقى مراجع ان الوارنتيز بتاعت الايكويبمنت كلها موجوده، ان الكابلز بتاعت ال او اند ام والكاتالوجز دي الكابلز بتاع عددها مظبوط زي ما هي موجوده في العقد، تسبير العقد احنا مش مغير. لازم تكون الجوده بتاعت الحاجه دي برضو تكون حاجات مقريه، ما ينفعش ان انا استعمل الكاتالوجز بتاعت ال او اند ام تكون مش اوريجينال، مش الوان على الاقل، فلازم يكون عليها الختم بتاع السبلاير، لازم يكون الوارنتي بتاعت السبلاير يكون هو مقدم الاوريجينال وارنتيز بتاعتها عشان نتاكد، لازم تكون الليست بتاعت السبير بارت تكون واضحه وتكون موجودة علشان لو حصل مشكلة لازم يكون هو عمل يكون هو يعني سلم السبير بارت دي بعد ما هي خلاص الليست توافق عليها، يكون سلم السبير بارت نفسها اوبريشن علشان يبتدي ان هم يتعامل بيها. فمهم جدا ان احنا نراجع الحاجات دي. الاسبلت لازم يكون مطابق جدا للشوب دروينج، ما ينفعش ان هو يغير حاجة في الشوب دروينج، ما ينفعش ان انت تستلم اسبلت على شوب دروينج لسه واخد سي او مش متوافق عليه. مهم قوي ان انت تراجع اللوج بتاع الشوب دروينج بتاعك عشان يكون تمام. ما ينفعش ان انت تستلم دوكيومنتس خاصه بالاسبلت على دروينج اصلا طالع مش متوافق عليها. مهم ان انت تبقى متاكد ان الدروينج دي خدت ابروفل في مرحله الشوب دروينج علشان يتوافق عليها في مرحله الاسبلت تبقى تمام. ايه تاني احنا ممكن نكون ناسيينه في التفاصيل بتاعه الدوكيومنت كنترول الخاصه بالهاندينج اوفر؟ احنا كده اتكلمنا عن الاسبلت، ان انت محتاج وانت بتستلم الاسبلت انت تراجع ان الشوب دروينج بتاعتها تكون ابروفد. الاو اند ام في حاجه تانية، الريف بتاع الاسبلت لا اما ان هو ايه فهو ابروفد من غير اي كومنتس، لا اما ان هو سي ان هو محتاج ان هو يتعمل له ريسبميت تاني. مفيش حاجه اسمها بي في الاسبلت. تمام، يعني دايما اثبت لا اما ايه لا اما سي لا اما ار، اللي هو لا اما متوافق عليه، لا اما محتاج ان انت ترجعه تاني، لا اما دي او اللي هي دي او اللي هي ريجكتد. تمام، انما بي دي ابروف از نوتد دي مش موجوده، لان ما فيش حاجه اسمها ابروف از نوتد في الاسبلت. تمام، احنا كده خلصنا المحاضره بتاعت النهارده، المره الجايه هنبتدي توبيك جديد
محتاجين ان احنا نراجع التوبكس القديمة كويس جدا، دي الريفرنسز اللي احنا استعملناها في الفترة دي، ودي مرحلة الأسئلة. لو حد عنده أي سؤال احنا مع حضراتكم. اتفضل أستاذ محمد سليم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متشكرين طبعا على كل معلومات حضرتك اديتها لنا، يعني فرق معانا كتير، خصوصا من يعني بالنسبه لي انا لسه جديد في المجال. في عندي مشكله واحده في الاسبلت. انا عندي اسبلت تمام. البارك، كان في اتفاق بين الكلاينت واحنا ككونسلتنت والبي ام والكونتراكتور ان مش هيتقدم الاسبلت الارك كلوه، يعني لوحه شوف درون تقدم قدامها اسبلت، لا هيتقدم اماكن كامله على بعضها، ان المشروع اللي انا فيه تمام. ابارتمنت واوتيل، فهو اتفق ان هيتقدم ككوره على بعضه، هيتقدم مثلا على جزئين ثلاثه على حسب. ففي الحاله دي انا مش قادر اراجعها بالنسبه للشيف درونج، لكن انا خليت ان الكونتراكتور يخلي فيه كروس ريفرنس يضم لي الار اف ايز او الشيف درونج المعتمد للمكان ده. دلوقتي الكلاينت الكونتراكتور بيتفق معايا على حاجه، ان هو المفروض ان هو خلصنا اعتماد الاسبلت الارك، فانا بطلب منه دلوقتي النسخ اللي هي النهائيه، فبيقول لي ان هيقدمها لي ككلين كوبي كاربع نسخ حسب ما موجود في العقد. تمام. هل الاربع نسخ دي انا هختمها خدمة الجول ابروف، هل لازم انها تتمضي وتتراجع تاني ولا ايه الوضع فيها؟ بص، مبدئيا بس انا عاوزه اوضح حته من حضرتك سالت فيها، بالنسبه لان هو لازم يقدم لك كل لوحه شوب دروينج ليها لوحه اسبلت، فده مش لازم، بس هو لازم يقفل كل شوب دروينج ريفرنس طالع لك، يعني لازم يقدم كل سبميتد قدامه اسبلت، مش لازم تكون بنفس عدد اللوح، مش لازم تكون بنفس الديتيلز، لان انت عندك في الشوب دروينج مثلا بتاعت الاركتكتشر بيبقى فيها ديتيلز كتيره، تمام؟ فمش لازم ان هو يقدم لك كل التفاصيل دي، ان وارد ان هو يحط لك التفاصيل دي في لوحه ماستر مثلا هتبين كل التفاصيل في الاسبلت، تمام؟ فدي كده ده الجزئيه الاول بتاع السؤال. الجزئيه الثانيه بتاعت انت الكلين كوبي ازاي بتاعت الكلين كوبي، هو كده كده هيبعت لحضرتك لوح ابروفد، انت لازم هتستلم منه اللوح دي، فلازم تتشك ان هي فعلا اللوح دي، حضرتك بتعمل تشيك على الاسبلت اللي هو مقدمه، بتعمل فلتر بكل الحاجات الابروفد ان هو هيقدمها، وبتتشك الدوكيومنتس اللي هو مقدمها لك اجينست مين، اجينست اللوك بتاعك اللي انت شغال عليه، تمام؟ اوكي. يعني على فرض يعني هل ممكن ان انا اخلي الكونتراكتور قبل ما يقدم لي الهارد كوبي يقدم لي السوفت اللي هيتقدم مثلا يعني كليست اوف دروينج، واراجع الارقام دي بالنسبه للمعتمد؟ حضرتك بتراجع اللوج بتاعك انت الشخصي تمام اللي هو بعته، اوكي تمام؟ علشان تمام انت مش هتعتمد على الليست اللي هو بعتها، فرضا هو نسي حاجه من الليست اللي هو بعتها لك، او هو ما نزلش في الليست بتاعته غير لوح في يعني هو مطلعها، تمام؟ في جزء منه مثلا، طب انت هتعرف من فين؟ تمام؟ تمام انت هيبقى عندك الليست بتاعت الاسبلت دروينج اللي عندك، هتعمل عليها فلتر على كل اللوح الابروفد اللي هي خلاص المفروض دي الفاينل، هو المفروض ما يبقاش عنده اي حاجه ريفايز اند ريسبت لسه باقيه عنده، فبالتالي دول هما اللي انت هتراجعهم اجينست الدروينج اللي هو هيبعتها لك، هي دي المراجعه الصح عشان تبقى متاكد ان هما دول فعلا اللي بيغطوا كل المشروع. تمام في حاجه ثانيه، انا بالنسبه لك يعني في العقد بتاع كونسلتنت في معايا بي ام هو اللي هيتم الكلاينت، بالنسبه للورنتي والسيرتيفيكتس والاو ام كاتالوج، هل انا لازم يكون معايا نسخه الاوريجينال من المقاول لا، ولا؟ هقول لك على حاجه، هو المتعارف عليه ان الشركات السبلايرز اللي بتتعامل مع الكونتراكتورز مش بترضى تدي لهم السيرتيفيكتس او الوارنتيز الاوريجينال من اول مره، هو الاول بياخد موافقه رفلي كده على طبيعه الدوكيومنتس اللي هيقدمها، وبيقدمها صوره وبيحتفظ في بالوارنتي والسبير بارت ليست وكل الحاجات دي مع الاو اند ام لما بيجي يسلمها از فاينل، تمام؟ بتاعه الفاينل طول ما هي اندر ريفيو بيسلمك الكوبي عادي وانت بتتعامل مع الكوبي عادي، اوكي؟ بس في مرحله خلاص ان هو هيسلم لك الدوكيومنتس دي في الفاينل يوز لازم يسلمك كل حاجه اوريجينال، وحضرتك لو حضرتك كونسلتنت فانت بتستلم الاوريجينال من الكونتراكتور بتسلمها للبي ام عشان هو يسلمها للكلاينت. تمام، يا مرسي حضرتك، ماشي، بالتوفيق.
أستاذ محمود رمضان اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ جزاك الله الحمد خيرا. لله وإياكم إن شاء الله. الله يعزك. طيب انا بالنسبه للداتا او الفايل بتاع المشروع بالكامل، لو انا الكلاينت، عفوا لو انا الاونر، انا دلوقتي بيجي لي في الاخير الداتا دهيات من الاستشاري، والمفروض ان انا بحتفظ بيها عندي في الشركه. تمام. مفيش حضرتك كنت بتذكري من ضمن الكورس ان انا المفروض ان ليها رود معين مثلا للحجز عندي العشر سنين، او بيبقى في قايمه بالملفات اللي انا المفروض استلمها منه، او الحاجات دي بتكون معمول لها بلان. انا ما عنديش الكلام ده خالص مذكور في عقدي مع الاستشاري. فايه اللي انا ممكن اعمله بحيث ان انا احكم الملفات دي او اعرف ايه؟ مبدئيا احنا كنا بنتكلم على الفتره بتاعه الاركايف او الفتره بتاعه الحفظ للشركات بتاعه الكونسلتنت مش لحضرتك. فاهم حضرتك حضرتك تماما، انا المفروض طول بتكلم ما البروجكت عندك او طول ما البيلدنج عندك شغال، فحضرتك لازم يكون البيلدنج ده لازم تكون الدوكيومنتس دي موجوده عنده، لان لا قدر الله لو حصلت مشكله بعد 60 سنه في الفاير فايتنج مثلا او في البلومنج او في اي مشكله عندك في الخاصه بالميكانيكال او خاصه بالكهرباء داخل المبنى، فانت محتاج ان انت ترجع للوح الاسبلت الموجوده عندك عشان ترجعها. مهم تمام. جدا يبقى عندك سوفت كوبي، بس مهم برضو ان انت تحتفظ بالهارد كوبي. انا بقول لحضرتك ان ايه البلان اصلا، انا ما اعرفش ايه التفاصيل اللي المفروض اخدها من الاستشاري. ما ما فيش بتكونش حضرتك العقد، اتكلمنا المفروض العقد ما بين الاستشاري وما بين المقاول مش موضح فيه؟ ازاي مش موضح لا فيه ده بقى ما بين ان هو الاستشاري لازم وما بيني يبقى. كاونر، انا ما بقولش المقاول. ثانية واحدة، هو العقد اللي بيبقى موضح ده اللي بيبقى ما بين المقاول وما بين حضرتك او ما بين المقاول، ده تملي العقد اللي احنا بنرجع فيه بتاعت السبيكس والبي او كيوز، تبقى العقد ما بين المقاول وما بين حضرتك. عقدك ما بينه وما بين الاستشاري دي فيز ملهاش علاقة بالحاجات اللي انت هتاخدها. تمام. مظبوط، بس هو الدوكيومنت في الاخير الاستشاري هو المسؤول ان هو يلم الداتا ديت مش انا. تمام، هو الاستشاري مسؤول، بس برضو الاستشاري مش مسؤول، هو مش هو اللي هيكريت الدوكيومنتس دي. الدوكيومنتس دي المقاول هو اللي هيعمل لها كرييشن وهيبعتها له وهو يسلمها لحضرتك. تمام. بعد مراجعتها بعد انا في مراجعتها دي الاخير ممكن تكون مش بستلمها واضحه من في مين؟ عقد بستلمها من الاستشاري، الاستشاري. دي ممكن تكون مش واضحه في عقد الاستشاري، بس في الاخر هتلاقيها واضحه جدا في عقد المقاول. تمام. راجع فاهم عقد حضرتك. المقاول بتاعك، راجع الهاندنج اوفر بتاع المقاول، وراجع الجزء بتاع السبيكس بتاع المقاول هتلاقيها موجوده فيه. موجوده فيه باعداد الكابيز بتاعته، بالمين اوريجينال ومين سوفت كوبي، بقد ايه هيتسلم امتى، كل الكلام ده هتلاقيه موجوده في عقد المقاول مش في عقد الاستشاري. تمام، الله المستعان. تمام. ماشي، شكرا بالتوفيق. جزيلا. في اي اسئله ثانيه؟ تمام. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره الجايه. في assignment المفروض ان احنا هننزله ان شاء الله على الجروب باذن الله، هنتظر منكم قبل يوم السبت ان شاء الله. هو بس النهارده معلش ما كنتش مجهزاه، فباذن الله هجهزه في 2 days اللي جايين باذن الله، وهبعته لحضراتكم على الجروب. يا ريت نعمله. وعلى فكره احنا مش ناسيين موضوع الناس اللي بتشارك معانا، لاننا احنا صحيح مش بننزل اسامي الناس اللي بتشارك اللي هي بتبقى ليها اعلى مشاركات معانا اذا كان في اثناء المحاضره او قبل المحاضره، بس احنا محتفظين بالشيت عندنا وهينزل في اخر المحاضرات باذن الله. طيب في سؤال من استاذ سمير، اتفضل يا استاذ سمير. ازيك يا دكتوره؟ معلش انا اسف، كنت محتاج بس اسال حضرتك سؤال. معلش غطى حضرتك. هو المفروض ان انا دوكم كنترول بس تبع قسم الجوده، تمام تكنيكال اوفيس، ودلوقتي تمام بيبقى في عيارات عندي بتيجي تاخد ابروف دازنج، بس على اتفاقي مع مدير القسم بتاعي
مع معلش معلش، ايه اللي بياخد ابروف از نوتد؟ طلبات اعمال اي ارات انسبكشن تمام ريكويست، تمام والمفروض ان هو قال ان هو كل اخر سنه يعني من بدايه المشروع لحد ما المشروع مثلا مدته 3 سنين او 4 سنين نقفل الكومنتات اللي موجوده دي بس بطريقه وديه مش بطريقه يعني ايه بطريقة ودية؟ أستاذ سمير حضرتك، انا مع حضرتك معلش معلش معلش، قولي بس سؤال تاني عشان ما كنتش سامع حضرتك، اتفضل. بقول لحضرتك ان انا بيبقى عندي طلبات اعمال واخده ابروفد از نوتي تمام و كاري استاذ سمير، طب معلش الصوت عند حضرتك بيقطع، فهو لو هيقطع معاك احنا ممكن نتناقش في القصه دي على الواتساب. هفتح الجروب، ولو حضرتك كده حضرتك قول لي على مشكلتك في على الجروب وممكن نتناقش فيها. تمام تمام اوكي يا دكتور، هو كده شكرا شغال. طب لوقت حضرتك. لو الصوت شغال عند حضرتك اتفضل، انا معاك. ان يا دكتوره ان الطلبات اللي بتاخد ابروف ده از نوت دي بيتفق عليها طيب ممكن واتساب زي ما حضرتك قلتي. إيه، طيب هو انا دلوقتي اللي فهمته بس من سؤال حضرتك ان انت بيجي لك طلبات اي ار، المفروض ان هي واخده كود ابروف از نوت. تمام طيب الابروف از نوت دي المدير حضرتك، ده اللي انا فاهماه، مدير حضرتك بيقول ان هو دي لازم تبقى ابروفد بس، ولازم تقفلها بطريقه وديه. هو بس هو انا بس عاوز افهم حضرتك حاجه، ان ابروف از نوتد بيعتبر ان هو ابروفد، وممكن انت تبروسيد بروجكت ما فيش مشكله، بس لازم ينفذ الكومنتات دي. فهو مش مضطر ان هو يبعت لك الاي ار تاني علشان ان حضرتك تديله ايه او ان هو ياخد ايه كلير. تمام، اللي مطلوب ان هو يقفلها كويس جدا هي الحاجات اللي واخده سي، اللي واخده ريفايز اند ريسبمنت، دي مهمه جدا ان هي تتقفل. فحضرتك تقدر تكنترول الريفايز اند ري سبميت، او المهندس يقدر، او الجزء بتاع الناس بتاعت الانجنييرنج عندك تراجع ان الكومنتس دي اتنفذت فعلا في السايت. تمام، هتقدر تعرف كده من الشوب دروينج بعد كده اللي بتطلع، هتقدر تعرف بعد كده من بقيه التسليمات التانيه. بس البوينت ان هو مفيش حاجه تجبره ان هو يقدم حاجه جات له ابروف از نوتد ان هو يقدمها تاني عشان تاخد ابروف. فاهمني؟ وفي الاخر كل الدوكيومنتس دي، يعني لو هي اي ار، فهتلاقي في الاخر الشوب دروينج بتقفلها لك خلاص في التسليم، يعني سوري يعني الاسبلت كده خلاص، هي ممكن يقفل لك كل الدوكيومنتس دي زي ما استاذ محمد بيقول. تمام، فبالتالي في دوكيومنتس تانية هتقفل لك الدوكيومنت دي. في الاخر الدوكيومنت دي مش نهائيه، هي مجرد ان هي تسليمه في المشروع، ممكن تكون في تسليمه تانية هيصلح الكومنتس دي وهيعوض لك الكلام ده، هيصلح الكومنتس بتاعته دي فيه. تمام، في حد عنده سؤال تاني؟ طيب أشوفكم على خير إن شاء الله المحاضرة الجاية بإذن الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.